بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة الإبداع للبرمجيات، أهلا بكم في فيديو جديد ومعرفة إزاي أقدر أغير كلمة السر بتاع الراوتر بتاعي بكل سهولة، وكمان هديك سر موجود في الراوتر محدش قال لك عليه من قبل أو محدش يعرفه، وممكن قليل أوي اللي يعرف السر ده. طيب عرفنا السر الأول، هقوله وبعد كده نطبق السر ده اللي انا ممكن اعمل كلمة سر للراوتر وادها لاي حد ويجي يربط مع الشبكة، للأسف ما يرضاش يربط او الراوتر ما يقبلش الجهاز اللي هو هيتربط بالراوتر. تعالوا بس نعرف الاول ازاي اقدر اغير كلمة السر بكل سهولة وبكل بساطة. كل اللي عليك لو انت على جهاز الكمبيوتر هتبدأ تطبق معايا الخطوات ديت، لو انت على الموبايل هي نفس الخطوات. كل انا هنروح لاي متصفح، انت اشتغل على فايرفوكس عادي، اشتغل على جوجل كروم، انترنت اكسبلور، اشتغل على اوبرا، اي متصفح اشتغل عليه مفيش اي مشاكل. انا هنا اشتغل على جوجل كروم، هبدأ اضغط عليه هيتم فتح جوجل كروم بالشكل ده كده. طيب عشان اخش على الراوتر باجي هنا في شريط العنوان اللي هو التايتل بار واكتب الاي بي التالي، ده الاي بي بتاع الراوتر اللي هبدأ اخش بيه من على الراوتر، 192.168.1.1. وبعد ما اخلص بضغط على انتر او موافق، بيبدا يجيب لي الشاشه اللي موجوده قدامكم ديت او النافذه اللي موجوده قدامك. طيب النافذه ديت طبعا كاتب لي كلمه ويلكم مرحبا باك، وبعد كده بقول لي بليز لوجن انتظر لحد ما يتم التحميل. طيب بعد كده جايب لي خيارين، اليوزر نيم والباسورد. طب اليوزر نيم والباسورد ده اللي انا هكتبهم عشان اخش على الراوتر هجيبهم منين؟ موجودين عندك على ظهر الراوتر، هتبدأ تجيبهم وهتبدأ تحطهم هنا. طيب هل اليوزر نيم ثابت مع كل الراوترات؟ لا طبعا، مع اتصالات بكتب فوق كلمة اتصالات، ومع تي داتا ببدأ اكتب كلمة ادمن. فانا هنا هبدأ اكتب كلمة ادمن، ولازم اتأكد اللغة معايا انجليش. بعد ما اكتب كلمة ادمن هاجي هنا هكتب الباسورد بتاعي بالشكل كده. بعد ما اكتب الباسورد هبدأ اضغط على كلمة لوجن عشان يبدأ يدخل على الراوتر. بالفعل تم الدخول على الراوتر. بعد كده كل اللي عليا بيبدا يظهر لي التبويبات دي. طيب الراوتر ده عشان نتفق مع بعض، الراوتر ده اللي هو انا شغال على راوتر اللي هو فائق السرعات، انت عندك ممكن الواجهه تتغير لكن التبويب او الاسم الخاصيه اللي انا اروح لها هتبقى ثابته عندك. انا هاجي هنا هروح لكلمه لوكال نتورك. بعد ما اضغط على كلمه لوكال نتورك هيبدا يجيب لي الصفحه دي بالشكل ده كده. هبدا اجي هنا على الشمال هبدأ أضغط على كلمة دبيولان أو كلمة ولان. بعد ما أضغط عليها هيبدأ يجيب لي النافذة الموجودة قدامك ديت وفيها ثلاث اختيارات. هنا كاتب لي ولان اون اوف كونفجريشن، طبعا ملاش دعوة بالاختيار الأولاني ده، خاص بتشغيل الواي فاي أو إيقاف الواي فاي. لو عايز أعملها إيقاف بضغط على كلمة اوف، سايبها شغالة بضغط على كلمة اون. بعد كده جايب لي كلمة دبيولان جلوبال كونفجريشن، طبعا دي برضو ملاش دعوه بيها، انا اللي يهمني كله الاختيار الاخير اللي هو كلمه ولان او دبليو لان اس اس اي دي كونفجريشن. بعد ما اضغط عليها هيبدا يجيب لي الاختيارات ديت. طبعا هنا جايب لي اسم الشبكه، انا مضطر طبعا ان انا اخفيه، يعني انت مش هتشوف اسم الشبكه عشان دي بيانات خصوصيه. بعد كده بيجيب لي تحتيها الاس اس اي دي لو انا عايز اخفي الشبكه او اظهرها. بعد كده بيجيب لي هنا كلمة دبليو بي اي، وبعد كده بيجيب لي اللي هو الباسورد، طبعا هنا برضو انا خفيه عشان ابدا اكتب الباسورد بتاعي الجديد. كل لايك هتبدا تكتب الباسورد هنا، وبعد كما تخلص هضغط على كلمة ابلاي. بعد ما اضغط على كلمة ابلاي انتظر لحد ما يجيب لي الرسالة اللي هي فاق دي اللي ظهرت باللون الاخضر اللي هي يور ار كذا. وقت ما تجي لي الرسالة ديت اعرف ان كلمة السر اتغيرت معاك بكل سهوله بكل بساطه. طيب ايه السر بقى اللي انت قلت عليه؟ السر اللي انا قلت عليه اللي انا ممكن اعمل الباسورد وبعد ما اعملها اديها لحد من اصحابي او اديها لحد من الناس وللاسف يجي يربط مع الراوتر ما يرضاش يقبله. طب ليه؟ السر اللي موجود عندي موجود في كلمه ماكسيمم كلينتس، ماكسيمم كلينتس. طبعا هنا المفروض عندك جاي كاتب لك 32 لانك انت ما لعبتش في الارقام دي قبل كده. طيب ايه معنى الامر ده ماكسيمم كلينتس؟ ده بيقول لك العدد المسموح ليه اللي انت هتدخل كام جهاز على الراوتر. هو كاتب لك من واحد اللي هو الرينج بتاعه ل 32، انت عايز تدخل كام واحد على الراوتر؟ انا عايز ادخل خمسه بقى او اكتب له خمسه، ادخل 10 حسب المستخدمين اللي معاك. طب انا ما فيش الا حد انا على الراوتر والتليفون بتاعي، فهاجي هنا اكتب له واحد وهو ده السر. بعد ما اخلص اضغط على كلمه
ابلاي بالشكل كده، وطبعا بيجيب لي الرساله اللي كل حاجه تمت بسهوله. وده السر اللي انا اخترت مستخدم واحد بس يصل بالراوتر اللي هو التليفون بتاعي. طب انا افترض ان انا مثلا اتحركت من مكان بعيد عن الراوتر وحد تاني كان كاتب الباسورد، في الحاله ديت هو يقدر يخش طول ما انت مش متصل بالراوتر بتاعك. وده السر اللي اغلب الناس ما يعرفوش وحبيت اذكركم بيه. وبكده عرفنا مع بعض ازاي اغير الباسورد بتاعي بكل سهوله وبكل بساطه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة. ويا ريت ما تنساش تعمل اعجاب، ولو قدرت تشير الفيديو شيره حتى تعم الفائدة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.